كلمة السر بايركتار. بايركتار تنقذ تركيا من أكبر المشاكل التي تواجهها. ذكر مراقبون ومحللون سياسيون أن طائرة بايركتار التركية ستكون أول نتائج التحسن بين تركيا وأمريكا، موضحين أن واشنطن تحاول استغلال الحرب الروسية الأوكرانية في هذا المجال. وقال المراقبون إن واشنطن تبحث تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ ذكية لتزويدها بها لوضعها على مسيرة بايركتار التركية. وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي التركي إرهان تايلان إن هذا الأمر يعكس تحسن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، لافتا إلى أن واشنطن مصرة على معاقبة روسيا التي دخلت إلى أوكرانيا وارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وأضاف أن العلاقات الأمريكية التركية شهدت انفراجا واضحا في الآونة الأخيرة، مشددا على أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات كبيرة. وأكد تايلان أن الغزو الروسي لأوكرانيا غير مسار العلاقات التركية الأمريكية، موضحا أن موقف أنقرة من هذا الغزو مكنها من الحصول على اهتمام دولي كبير وحسن علاقاتها مع العديد من الدول الغربية. وعن مواصفات الطائرات المسيرة التي تنتجها تركيا، قال سلجوك بايركتار إن بايركتار تي بي 2 هي أشهر طائرة مسيرة في العالم، وتعمل مع 16 دولة، ويبلغ مداها مئات الكيلومترات، وتستطيع البقاء في الهواء 27 ساعة، ويمكنها حمل حمولة تصل إلى 130 كيلوغراما من الذخيرة، ومزودة بتجهيزات عسكرية ذكية وحساسة جدا. أما طائرات أكنجي المسيرة وفق بايركتار فهي أكثر تقدما من تي بي 2، إذ تتمتع بقدرات عالية جدا، ويمكنها القيام بمهام استراتيجية وحمل صواريخ كروز، ولديها القدرة على الاشتباك الجوي، ويمكن التحكم فيها عبر الأقمار الصناعية. ومن مواصفات الطائرات المسيرة التركية صعوبة كشفها بالرادارات، وقد حققت نجاحا كبيرا ضد الدبابات والمنظومات الدفاعية في الأماكن التي استخدمت فيها.